ثقة في الحرب وتخلص الحرب. بعدين بنحكي في السياسة الحكومة تاعت غزة، أول شيء إحنا بدنا نعيش بأمان، بدنا نخلص الحرب. بعدين إحنا أي حد يحكمنا بس بدنا نعيش بأمان، بدنا مستقبل للشباب. إحنا بدنا السلطة هي اللي تحكم غزة. السلطة تدير الأمور البلد وتنهي الوضع الراهن اللي إحنا بنمر فيه في غزة. معاناة الشباب، الدمار اللي قاعد بمر فيه الشعب، التشرير. بدنا هذا كله ينتهي، احنا مش معنيين احنا مين يحكمنا، المهم انه احنا كل هذا اللي بنعاني منه ينتهي. في مخاوف لانه بدناش غزة تصبح تصير زي الضفة، يعني تكون مستباحة. هذا خطر شديد على القطاع وعلى الشعب. اتمنى أن يكون الحكم على حدود 67، لأنه حدود 67 بلوا جميع الأطراف. أما إذا ظل الحكم بدون حدود 67 فهل حيظل الأمر يعني مايع، مش ثابت ولا مستقر. الحقيقة أن الشعب الآن يبحث عن أي حل يساعده ليعيش بكرامة بعد هذا الضغط، ويمكن لسان العام أنه غير معني بأي اتجاه أو بأي تنظيم أو بأي حالة سواء كانت سياسية أو عسكرية. المهم تنتهي هذه الحرب، هذا مطلب الناس، وأي حكومة جديدة أو أي حكم بعد الحرب يكون يلبي طموحات وصبر وصمود هذا الشعب.